كنا هنا لهاد خو كوبا ما يمكنش يعني نجي لاكادير وما نضربش فيك. الله شحال فيهم التمساح اللي كاينه في الانترنت؟ شحال فيهم التمساح؟ 20 في لا 1000 1000 قلت لك 20 1000 تمساح و 200 لفعه 200 لفعه منين جبت 20 ما عرفتش. واخ سامي 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 ايمن جلسوا هنا فوق السنة. شوف سامي اجينا اجينا خدينا في غير صويره شو بعد تصاور على برا وهنا لداخل ما دخلناش ليه الحق لقينا شويه غالي يعني بالنسبه لعائله كبيره جاتنا القضيه شويه قاصحه حد لحقاش كي صغير كي الكبير نفس الثمن كل شيء يعني المهم جاتنا غاليه صافي ضربنا بعد صورات وغادي نشدو الطريق نكملو الرحله ديالنا. فنا نسرحو شي شويه الطريق من غادي نمشيو ان شاء الله نشدوها لصويره. جينا لهاد المحطه الاستراحه نسرحو شي شويه نسرحو بالكره. عمركم سمعتوا هاد القضيه سكينه مهوده تسرح بالكره ايمن وهذيك راه ديال الفولي ماشي ولا هي خاصنا على 400 متر خاصنا نستاسيوني هنا هما مسدينهم كاع بابا ضروري ما كاين باركينغ غير سير لا واش مسدينهم واش ريزيرفي ولا هاد الكيكون ما عندك ريستوراو ها باركينغ بنات جينا للشوايع ضروري ضروري سويره والا الحوت هنا سالي تاع هذاك الشعر هذا الشعر لا شارك هذا ياك هذا القرش شتي يا سامي القرش هذا لا 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 كيف بنات صافختي قصبة
الناس غادي نمشيو شويه سامي شوف 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 تقات لك وش عندك طاح ايمن عندك طاح فولي ماما أولي سامي سامي don't touch anything okay don't touch anything okay okay يلا شدلي من الايدي ديالي شدلي من الايدي ديالي ايمن عجبوني هادو بس كلهم دارين من الفوق ديالهم عريان عجبتني هادي هادي غير كانت بالكم ديال فهنا فيها الكم وديال الاخرى ما فيهاش الكم هادي فين كاينه هادي ثاني هادي واحد التصاريه هنا صويره عجبتني فيها ميتشي شوف أركان هذا شوف
وصلنا البنات الحمد لله وصلنا هماد ودار فينا البرد ديال الصويره مزيان وصلنا هنا عند مرت خويا حطينا الريحه الفاخ شحال هي جديدة شفتو شفتو حرموني هي صرفو صرفو لقينا ما شاء الله موجده لينا السيمنات ديال الفران السيمنات البدوي الكيك بارك الله عليك باقي بارك الله عليك صالح لا خافوش الله يلا جاءت هيك المحل ديالك شفتو يلا قلنا ديك شعر وصلنا نهاية الفيديو البنات غادي نحبس معكم الفلوغ ديال اليوم هنا كنتمنى يعني تكونوا بدلتوا معايا الجو في هاد الفلوغات هادو ديال السفر يعني حطيتهم فرقين بحال هكا وما بقى لي غير نودعكم نضرب لكم موعد